هذه ركنيه للاتسيو تلعب مقوسه، هدف اول، هدف اول للاتسيو في كره تستقر داخل الشباك وسط احتجاج وغلب نابولي. اللاتسيو سجل، لوكا بانتي سيتجه باتجاه الحكم المساعد، الحكم القادم الليفورنو، هل سيضع نفسه في مشكله في هذه الكره وسط احتجاج من جانب لاعبي لاتسيو امام دي سانتيس سبب المشكله؟ هي لعبها بذكاء عالي جدا وب بذكاء كروي ووضعها ابعدها عن خط سير حارس المرمى. هنا يعترف الحكم بانه سجل كره بيده، هنا يعترف طبعا، انقذ اعتقد انقذ المباراه وانقذ الحكم.